ملك أم قيصر أم إمبراطور؟ مما لا شك فيه أن هذه المصطلحات مرت على الجميع، لكن قل من يعرف الفرق بينها. أبعاد المعاني قد تختلف مع كل لغة لوجود خصوصية لكل منها. لاحظت أنه لا توجد ترجمة مباشرة لكلمتي قيصر أو إمبراطور، فهي جاءتنا كما هي من اللغات الأخرى. وإن كنت تعتقد أن الملك يحكم رقعة جغرافية صغيرة وأن الإمبراطور يحكم مساحة شاسعة، فأنت على خطأ. فالحقيقة مبهمة أكثر مما تعتقد. في اللغة العربية هناك أكثر من مصطلح يطلق على الحاكم، منها الملك أو السلطان أو الأمير. وفي هذا النطاق أريد أن أبين معنى كل من هذه الكلمات. فالأمير هو حاكم مدينة أو منطقة صغيرة، والملك هو حاكم إقليم، أما السلطان فهو حاكم لإقليمين أو أكثر. وهناك الكثير من التفاصيل في اللغة العربية لا مجال لذكرها هنا. ما أريد أن أوضحه هو أن المعاني قد تختلف مع الظروف السياسية وتتزامن مع المكاسب التي يبتغيها الحكام. بالعودة إلى موضوعنا، فلفهم معنى كلمة إمبراطور يجب فهم اللغة اللاتينية ومشتقاتها وقليلا من التاريخ. كل ما سأذكره يرتبط مع أحد أهم الشخصيات التاريخية، وهو يوليوس قيصر، الذي كان أنجح القادة العسكريين ولاحقا الحاكم المطلق للجمهورية في روما. فلفظة القائد في اللاتينية كانت إمبراطور، وهي تسمية عامة، لكن بسبب سمعة يوليوس قيصر ونجاحاته كان يسمى بالقائد دون غيره. إحدى أهم اللحظات في تاريخ روما كان يوم تآمر عليه أعضاء مجلس الشيوخ واغتالوه خوفا على المبادئ التي بنيت عليها الجمهورية، والتي افتخرت بعدم وجود شخص تفرد بالسلطة المطلقة على مدى يزيد عن 5 قرون. ما لم يدركه أعضاء المجلس حينها أن فعلتهم هذه ستعود نظام الملكية السابق. من جاء بعده من الحكام وخصوصا السلالة الأولى كانوا من أبناء أخيه وأقربائه والذين حملوا اسم العائلة قيصر، وأطلق عليهم لقب الإمبراطور لأنهم كانوا قادة على نهج سلفهم. ومع الوقت أصبحت تسمية الدولة إمبراطورية، ومنصب الحاكم كان الإمبراطور أو القيصر. وبعد انقسام روما إلى شرقية وغربية واندثار الغرب، استمرت الإمبراطورية في الشرق، والشرقيون اعتبروا أنفسهم روما رغم من اختلاف الأعراق واللغة. ولكون روما استمرت أكثر من أي نظام من حكم آخر، أصبح الاعتقاد حينها أن الإمبراطور أعلى مقاما من الملك. ولذلك تعمد العديد من الملوك وخاصة في الشرق الأقصى تلقيب أنفسهم بالأباطرة. في القرن 8 بعد الميلاد فرض شارلمان نفسه على أنه زعيم روما الجديد وحامل لقب الإمبراطور والقيصر في نفس الوقت. هاتان الكلمتان اللتان استمرتا بعده بقرون انقسمتا في التسمية، فقد تبنى الألمان لقب القيصر بينما الإنجليز استعملوا لقب الإمبراطور. وعلى هذا النهج سمى نابليون بونابرت نفسه بالإمبراطور لأنه زعم أنه حاكم على جميع شعوب أوروبا، وقلده الكثيرون لاحقا. أما في اليابان والتي تعتبر دولة صغيرة أو أمة واحدة، يبدو من المثير للاستغراب تلقيب حاكمهم بالإمبراطور، ولكنه إرث مستحق حسب اعتقاد بعضهم، لأن اليابان كانت ولحد القرن 19 إقطاعية وكانت تتمزق جراء الحروب الأهلية. لذلك كان من المهم تعيين حاكم ذو سلطة مطلقة يحل جميع النزاعات، لذلك اعتبر إمبراطورا. أما اليوم فهو لقب تشريفي لا أكثر. لم يعد هناك قيصر أو إمبراطور بعد الحرب العالمية الثانية. عندما ندرس التاريخ اليوم ندرك أن هذه المصطلحات كانت اعتباطية، والملوك سابقا كانوا يحبون أن يعظموا شؤون أنفسهم، لكنهم يبقون ملوكا ما داموا يعملون بنظام نقل الحكم بالوراثة.